يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط قصر الصلاة في السفر؟ هل هو مسافة 80 كيلو أو مجرد النية والخروج من البيت؟ مسافة القصر مسيرة يومين للراحلة، كل مرحلة 40 كيلو، والمجموع 80 كيلو، هذا أقل مسافة للقصر. والبداية من الخروج من البلد، تبدأ 80 الخروج من البلد، ما هو داخل البلد أو بمجرد النية، لا. نعم.